السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله غادي نصيبوا بريوات بالكفته وخيزو. غادي نحتاجوا لهم ربعه ديال الكفته ديال البقري، جوج خيزوات كبار محكوكين، ربعه ديال الورقه صغيره، قزبور المعدنوس مقردين. غادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال الملحه، ملعقه صغيره ديال الابزار، ونص ملعقه ديال راس الحانوت، 50 غرام ديال لاكاجو مطحون، وجوج بصلات محكوكين. في مقله درنا فيها الزيت، كنديروا البصله ديالتنا باش نشحروها. البصله ديالتنا ملي كتشحر بحال هكا كنزيدوا عليها خيزو، كنحركو كنزيدو الكفتة، كنخلطو حتى كتخلطت لينا الكفته ديالنا. الكفته ديالنا ملي كتشحر هي وخيزو كنديرو عليهم اليقامه، كنديرو القزبر والمعدنوس، كنحركو الكفته ديالتنا. ملي كطيب كنطفيو على البوطه وكنزيدو عليها لاكاجو مطحون. ونخليوها بما تبرد ونعمروا البراوات ديالنا. الورقه ديالنا كنقسموها على جوج، كنشدو لاطاس كنديرو هنايا في هاد البلاصه، كنطويو الورقه ديالتنا بحال هكا كتوقف، وكنبداو نديرو المثلثات بحال هكا، كنحاولو كنقادو لافارس حتى كتجي على البريوة كاملة، وكنبقاو بحال هكا حتى كنساليو الورقة ديالنا ولافارس. البريوات ديالنا ملي سنيناهم في الطي، يا اما دهنوهم بالزبدة ودخلوهم الفران باش يطيبو، يا اما تقليوهم، كل واحد على حسب الذوق ديالو وبالصحة والراحة.